فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين، وممن يخلصون القول والعمل والسر والعلن. معي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي. أهلا ومرحبا شيخي الكريم، حياك الله يا أستاذ أحمد، منورنا دائما يوم الاثنين والثلاثاء من أهل الذكر، صلى الله عز وجل القبول. وإلى أن تأتينا الاتصالات من حضراتكم، معي بعض الأسئلة نبدأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شيخي الكريم، ما هو حكم رد السلام؟ يعني إذا كان قد ألقي السلام، فهل هو فرض كفاية أم فرض عين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم على أن إلقاء السلام واجب، فهو حق المسلم على المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور. وكذلك اتفقوا على أن الرد واجب على الأحد، فإن ألقى أحد السلام على أحد بعينه وجب عليه أن يرد السلام، لأن هذا حق المسلم على المسلم، إلقاء السلام ورد السلام. أما إن كان إلقاء السلام من الأحد يعني من الواحد على الجماعة، فإنه يكفي حينئذ أن يرد ولو واحد من هؤلاء الجماعة، لأنه سيكون حينئذ فرض كفاية. إذا حييتم بتحية، حييتم يخاطب الجمع، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. ففي فرق بين إلقاء السلام على زيد من الناس فواجب عليه أن يرد على أخيه السلام لأنه ما فيش آخر ينوب عنه، وأن يكون إلقاء السلام على مجموعة من الناس فيكفي أن يرد بعضهم أو حتى أن يرد واحد منهم، لأنه في هذه الحالة الثانية سيكون فرض كفاية وليس فرض عين على الجميع. فرض كفاية إن قام به البعض سقط الإثم عن الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. يعني حكمه كحكم صلاة الجنائز وما شابه ذلك. نعم. تمام. أحسنت. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. بعد انتهاء الصلاة، صلاة الجماعة، هل السلام بالمصافحة هكذا بعدها بدعة أم لا؟ يعني نرجو الإفادة جزاكم الله. الحمد لله خيراً. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أما بعد انتهاء صلاة الفرض أو صلاة الجماعة، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يسلم بعضهم على بعض أو يصافح بعضهم بعضا بعد الصلاة. إنما السلام الذي يخرج به المسلم من صلاته عن يمينه وعن شماله هو الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، فليسلم أحدكم عن يمينه ويسلم أحدكم عن شماله، فهو يخرج بالصلاة بالسلام من الصلاة، وفي نفس الوقت هذا الخروج من الصلاة كأنه سلام على أخيه، كأنه يلقي السلام على عمن على يمينه ويلقي السلام عمن على شماله. لكن المصافحة وأن يتبادل الناس المصافحة وأن يتبادل الناس كلمات التحية بعد الصلاة، هذا لم يرد فيه أثر ولا هدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل الإجابة بإذن الله فضيلة الشيخ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. أهلا ومرحبا، تفضل. مرحبا بك. ليه السؤالين؟ السؤال الأول، هل يعني الإنسان مثلا بالنسبة للحسد، هل الإنسان يلام على أنه هو سبب لنفسه الحسد، يعني بسبب أنه حسد مثلا افتتح مثلا مشروع معين كبير كان الافضل ان يفتحه بالتدريج، يعني مثلا يعني ويلوم نفسه على ان الناس يعني مثلا حصل له حسد او حاجه معينه، يعني مثلا هو افتتح مشروع مثلا معين وزود فيه، يعني بدل ما كان صغير عمله كبير وبتاع، وتسبب ان هو حسد يعني من الناس، هل يلام يعني على هذا، يلوم نفسه هو يعني
انه كان يعني بيقول ان كنت فتحت مشروع صغير يعني عشان ما تعرضش للحسد والكلام ده. طيب هل هذا ماشي يعني وصل الكلام في كلام ماشي. تاني او سؤال تاني يا استاذ عبد الرحمن؟ السؤال الثاني، هل مشاهده البرامج الدينيه والبتاع ده يعني ياخذ اجر مجالس الذكر، تعتبر كمجالس الذكر في المساجد؟ وبارك الله فيك. حاضر، مجالس الذكر حاضر في المساجد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. نكمل الاجابه عن رد السلام ولا حضرتك انتهيت؟ لا احنا انتهينا، احنا السلام عن بعد الصلاه المصافحه. المصافحه نعم، بعضهم لبعض. لم يرد فيها سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يرد فيها سنه عن الصحابه رضي الله عنهم اجمعين، وبالتالي نقول فعل ذلك خلاف الاولى. فعل ذلك خلاف الاولى، يعني ليس من الهدي النبوي ان يفعل الناس ذلك. لكن نقول من باب يعني شيء من الترخص، إن كان هناك أحد غاب عن أحد فرآه بعد الصلاة فسلم عليه فإن هذا شيء لا يضر، لكن لا يكون سنة عامة بين جميع المصلين، لأنه ليس مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام. عظيم. أستاذ عبد الرحمن اتصل وهو لعله يعني يسأل سؤالا مهما وفيه الإيمان بالقضاء والقدر. يعني هل الإنسان يتدرج في فتح مشروع كبير أم أنه إن فتحه وحسد أو ظن أنه محسود، هل يلام هو على هذا الحسد أم ماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. الناس أهل الخبرة بالاقتصاد والاستثمار وما شابه ذلك يقولون ما ولد عملاقا يبقى عملاقا. نعم. فإن كان الإنسان عنده قدرة على أن يفتتح مشروعا كبيرا فإن هذا شيء حسن. أما مسألة أن يتدرج في ذلك رجاء أن ألا يعرض نفسه للحسد، طيب ما احنا نأخذ بالأسباب أصلا لألا يتعرض الإنسان لا في هذه الحالة ولا في غيرها للحسد. والحسد ماذا يفعل؟ حق، كما ورد هذا في القرآن الكريم، من شر حاسد إذا حسد، والعيل حق كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. ولكن المسلم شرع له من الأذكار ومن الأوراد ما يتقي به شر الحسد وشر الحاسدين، فعليه أن يواظب على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم، وعليه أن يواظب على أذكار الخروج من البيت وأذكار العودة إلى البيت وأذكار الدخول إلى المرحاض والخروج من المرحاض وأذكار ما بعد الصلوات وأذكار ما بعد الأذان. كل هذه الأذكار والأوراد ما شرعت أولا إلا لإقامة ذكر الله عز وجل، ثانيا يتحصل بها المسلم على كثير من الأجور، ثالثا تضرأ وتدفع عن المسلم كثير من السيئات، يعني تكفر كثيرا من السيئات، رابعا فيها هذه الثمرة أنها حرز للمسلم من الشيطان الرجيم. ولذلك مثلا على سبيل المثال أن يتحصل المسلم دائما بسورة بآية الكرسي التي ورد فيها الخبر في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صدق على كلام هذا الشيطان الذي خاطب أبا هريرة ثلاث ليال. نعم. قال له الشيطان اتركني أعلمك آية من كتاب الله، إذا قرأتها لا يقربك شيطان. فعلمه آية الكرسي، فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فحكى أبو هريرة ما كان من شأنه حتى قال إنه قال لي دعني وأنا أعلمك آية من كتاب الله إن قرأتها لا يقربك شيطان. فيا أستاذ عبد الرحمن هذه الآية هي آية الكرسي، إذا تحصن بها المسلم، لأن النبي قال صدقك وهو كذوب، معنى ذلك أن من يتحصن بآية الكرسي على سبيل المثال فإن الله عز وجل يقيه بهذه الآية من أذى الجن والشياطين. عظيم. يتحصن هذه واحدة ونأخذ جميلة من الجزائر. من الجزائر أهلا مرحبا أستاذة جميلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أختنا تفضلي. أريد أن أسأل الشيخ، أنا زوجة متزوجة. نعم. من زوج كل أسئلتي كل دقيقة يقول لي أنت طالق طالق طالق. كل دقيقة يعني أريد
يعني في كل مشكلة يقول لي كنطلقة. إذا كانت 4 خطرات ولا أكثر من مرة. نشوف لا إذا كان هذا الطلاق صحيح ولا لا. في كل مشكلة يا جميلة؟ في حالة غالب. في حالة غالب لما نكون في حالة. كم مرة؟ يعني هو دائما يعني هذا تجاوز الحد. نعم. لو في تفصيل ولا يعني شيء تريدين ان تزيديه يعني اتصل علينا مرة اخرى استاذة جميلة. حاضر، جزاكم الله خيرا، نسأل الله عز وجل العافية. الاولى ان يتحصن بآية الكرسي سواء والتاني. كان عنده مشروع او ما عندوش او غير مشروع او كان موظف او غير موظف، انسان المسلم العادي يتحصن بهذه الاذكار. الامر الثاني يتحصن بالمعوذتين، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين قبل أن تنزل المعوذتان بكثير من آيات القرآن الكريم. فلما نزلت المعوذتان لم يعوذ الحسن والحسين بعدهما بغيرهما، يعني كأنه اكتفى فيما بعد بأن يعوذهما، يعني يرقيهما بإيه؟ بالمعوذتين، الفلق والناس، سورة الفلق وسورة الناس. إذا نحن إذا تحصلنا بهذه الأذكار وهذه الأوراد الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نمشي بعد ذلك ونحن نعتمد ونتكل على الله سبحانه وتعالى أننا أخذنا بالأسباب التي تمنعنا من أذى الجن ومن أذى شياطين الإنس وشياطين الجن، سواء كان من عين أو من حسد أو من سحر أو من عمل. ولنذكر دائما أن حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني فائدة عظيمة جدا، انه اسوأ سحر في التاريخ يصنع للنبي عليه الصلاة والسلام على يد هذا الرجل اليهودي لبيد بن الاعصم، ويجعل الله عز وجل ابطال هذا السحر البشع باخف وايسر سورتين في القرآن الكريم، الا وهي الفلق والناس، لئلا يكون لمسلم ولا مسلمة عذر أن يحترز من أذى الجن والشياطين سواء كانوا شياطين إنس أو جن. ويقول مثلا أحترز بقى بسورة البقرة من أين لا أحفظ، لا يا أخي الحبيب، عندك آية الكرسي، عندك المعوذتين، يمكن للمسلم أن يحترز بهما وبعد ذلك يفعل المسلم. لكنه لا يلام طبعا، لا يقع عليه اللوم أنه فتح مشروعا كبيرا. لا يلام، إنما يلام إمتى؟ إذا كان لم يحترز أصالة من الأذى الشيطاني ومن أذى عيون الناس وحسد الناس. نقول أنت ملام في هذه الحالة. صحيح. نعم. مش أنه فتح مشروع، لا مش أنه ترك مشروع، ترك الذكر، أنه لم يتحصن ولم يحترز من والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش. له سؤال آخر أستاذ عبد الرحمن، هل مشاهدة البرامج الدينية لها نفس ثواب وأجر المجالس الدينية في المساجد؟ هذا سؤال جيد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الشيخ في المسجد كالشيخ على الشاشة، كلاهما سواء، هنا يدرس مادة علمية، هنا يدعو إلى الله عز وجل، وهنا في التلفاز أيضا يدرس مادة علمية ويدعو إلى الله عز وجل. في المسجد يفتي الناس في الحلال والحرام والأحكام وغير ذلك، وأيضا على الشاشة يفعل نفس هذا الفعل. فلا شك أن متابعة الشيخ من خلال الشاشات هي نفسها متابعته من خلال المسجد، فإن كان هناك أجر على حضور هذا المجلس من مجالس العلم في المسجد فلا شك أن هذا أيضا له أجر حضور مجلس العلم. لكن يفرق الأمر في جزئية بسيطة أنبه الأخ السائل عليها، ألا وهو الوجود في المسجد. الوجود في المسجد شرف المكان. ناخد بس جميلة عادت مرة أخرى من الجزائر. السلام عليكم يا أستاذة جميلة. السلام عليكم. السلام عليكم. هو دائما يقول لك أنت طالق في كل مشكلة، هل هذا يحدث كثير يعني أكثر من 3 مرات مثلا؟ حدث أكثر من 3 مرات يقول لي أنت طالق 3 مرات، وفي حال غضب انا يقول لي يكرر كلمة وانا نقول له طلقني، هو يقول لي بك شوف اطلقك، وانا نقول له طلقني، هو يقول لي انت طالق يقولها 3 مرات. فهو بيكون في حالة غير، يكون في حالة نرفزة. حالة ايه؟ غضب. حالة غضبان. غضبان، نعم. حالة غضب. هو طبيعته لما بيغضب يا استاذة جميلة بيبقى فاقد الوعي، يعني مش حاسس هو بيقول ايه؟
يعني بديها من انهيارات يعني بيتفرج واللي بيضحك يتبدل جالس في ملامحه. في تغيرات في ملامحه يعني. طيب يا جميل، حضرتك تحب تسألها سؤالا يا شيخي؟ لا خلاص. شكرا يا أستاذة جميلة على الاتصال، أشكرك وربنا يحفظك. اللهم أمين. شرف المكان وألا هو نعم هيختلف يا أخ عبد الرحمن. الاستديو حاجة والمسجد حاجة تانية. لا مش الاستديو. لا هو جالس الأخ في البيت. واحنا قاعدين في الاستديو. وهو والآخر جالس في المسجد. متابعة الشيخ في البيت فيها أجر حضور درس العلم. لكن ليس في أجر التواجد في المسجد. شرف المكان أكيد يكون له أجر، خاصة وملك موكل اللهم اغفر لها خاصة وإن إحنا وردت أحاديث في فضل التردد على المسجد والتواجد في المساجد، فوجود الدرس في المسجد من حيث الأجر أفضل نسبيا من وجود نفس هذا الدرس بنفس هذا الشيخ لكن عبر الشاشة والشيخ المستمع أو الأخت المستمعة جالس في غرفة يعني ضيوفه أو في غرفته الخاصة يتابع الشيخ، أكيد هناك فرق شرف المكان. ألا وهو لكن شرف في كلا الأمرين إنما له أجر. كلاهما درس علم وكلاهما درس علم. أبشر يا عبد الرحمن، فلا يحرم العلم ولا يحرم أجر. أسأل الله القبول، ربنا يجعلنا جميعا من أهل هذا الثواب. أم سعيد من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فيك يا شيخ، لا يسلمك يا شيخ. عندي مهم وعندي واحد المشكلة، المشكلة عندي مشكل في السبب، وكنت دائما أدعي الله وأقول يا رب حل لي هذا المشكل المشكلة وتقول يا رب حل لي هذه المشكلة وبدأت الزواجر الانفراج، فقلت في قرارة نفسي يا رب لو أقصر على هذا السكن إنني سوف أصوم لك شكرا كل اثنين وخميس. وعندما سمعت بأن النذر مكروه بدأت من الآن أصوم الخميس والاثنين لأبين نيتي السابقة لله سبحانه، لأنني حتى ولو لم يحل هذا المشكل فإنني أصوم لله سبحانه وتعالى نافلة وتقرب. واضح هذا أمعن. حاضر واضح السؤال يا أم سعيد. حاضر، هي غيرت نيتها من النذر. شكرا لأنه يكون لله. حاضر، ربنا يتقبل. لأنه النهاردة الاثنين انت الجزائر طبعا أكيد انت فطرتي، لأن المغرب بعدينا بساعتين تقريبا. بساعتين وأسأل الله عز وجل القبول. تقريبا دلوقتي الساعة 6 عندهم الساعة 8 تقريبا، ربما تكون كذلك. أسأل الله عز وجل القبول يا أم سعيد، أسأل الله عز وجل التيسير. عظيم. يبقى شرف المكان هيختلف. جميلة من الجزائر، زوجها في كل مشكلة يقول لها أنت طالق طالق طالق، ويكرر هذا يعني حتى في كل المشاكل، في حالة الغضب وشكله يتغير لعله يكون في حالة إغلاق، فماذا عليها أو ماذا عليها يا شيخنا؟ هو يعني الكلمة في هذا المقام إنما هي كلمة عامة وليست فتوى مباشرة للأخت صاحبة السؤال. فلا شك أنه الزوج لا ينبغي أن يكون مستهترا بحدود الله عز وجل إلى هذا الحد، بمعنى أنه عمال على بطال في المشكلة الصغيرة المشكلة الكبيرة، أنت طالق طالق طالق، لأن الله عز وجل المشاكل ما بتتحلش كده. الله عز وجل استأمن الزوج على عقدة النكاح وجعل القوامة للرجال. المفترض أنه هذا الرجل أكثر عقلا وأكثر صبرا وأكثر سعة صدر وأكثر تغاضيا عن الأخطاء، وبالتالي هو أكثر محافظة على قوامته وعلى زوجته وعلى بيته وعلى أولاده، لا هو الذي يهدم البيت مع كل مشكلة أنت طالق طالق طالق. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه طالق 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 فيها استعجال لأمر قد جعل الله عز وجل للناس فيه أناة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري. فالله عز وجل ما شرع الطلاق ثلاثا، إنما شرع الطلاق واحدة
فواحدة فواحدة. تمام. جعلهن ثلاث طلقات لكن متفرقات. يعني حتى تكون هناك فرصة. صحيح. فرصة للمراجعة. هناخد سرحان ونرجع لهذه الفرصة العظيمة التي أعطانا الله عز وجل إياها. أستاذ سرحان من الأردن. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي بس ممكن أسأل الشيخ سؤال. تفضل أخي الكريم. تفضل. قطع الاتصال. عاود يا أستاذ سرحان. نحن في انتظارك. أسأل الله عز وجل التيسير. يبقى هناك فرصة. الطلاق لا يكون مرة لا يكون دفعة واحدة. نعم. تمام. إنما ليعاودها لإقامة البيت. ما جعل الطلاق إلا واحدة. صحيح. بعدة ثم واحدة بعدة أخرى ثم واحدة. وبالتالي هذه فرصة أن يراجع الإنسان نفسه ويراجع المرأة نفسها تراجع الزوجة. ولكن أن يستعمل هذا الحق بهذا التعسف فيجعل الطلاق دفعة واحدة هذا أيضا من الأخطاء التي لا ينبغي أن يقع فيها الأزواج. ثالثا أنت طالق 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 اختلف في حكمها أهل العلم فذهب جمهور الفقهاء إلى هذا القول الوسط خلافا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. شيخ الإسلام يوقع هذا الطلاق مرة واحدة يعني طلقة واحدة لكن جمهور الفقهاء من الأئمة قالوا أنت طالق 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 صريحة في اللفظ كناية في العدد لأن احنا لا ندري طالق 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 هل هو يؤكد طالق 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 على سبيل التأكيد ولا هو يعدد أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فهي وإن كان اللفظ صريحا لكن الكناية في العدد لا ندري هل هو يعدد الطلاق واحدة فثانية فثالثة أم أنه يؤكد الطلقة الأولى بمرتين بعدها طالق طالق. وبالتالي قال جمهور الفقهاء أنه إن قصد العدد يعني إن قصد أنت طالق أدي واحدة أنت طالق الثانية أنت طالق الثالثة فإنه يقع ثلاثا فتكون كناية بينتها النية. أما إن قصد التأكيد أنت طالق 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 للتأكيد فإنما في هذه الحالة تقع إذا لم يكن كذلك واحدة وكان غاضبا وفي حالة يعني غير طبيعية. نعم. أنا بس أؤسس لأمور عامة لمبادئ عامة في هذا الموضوع. إذن طالق 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 عند جمهور الفقهاء قد تعني العدد فإن قصده وقع العدد كما قال ثلاثا ولا اثنين زي ما حسب وإن كان يؤكد فإن الطلاق يقع في هذه الحالة واحدة. الأمر الرابع المبدأ الرابع مسألة الغضب. هل الغضب عامل مؤثر في موضوع الطلاق إيقاعه وعدمه؟ نعم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد أن الغضب إن كان أغلق عقل الإنسان على نفسه فلم يعد يعي ما يقول بمعنى أنه ربما يوقع الطلاق على أمه ظنا أنها زوجته وربما يوقع الطلاق على أخيه ظنا أنها زوجته وربما يوقع الطلاق على ابنته ظنا أنها زوجته. في هذه الحالة نقول كما ورد حديث الإمام الدارقطني عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إيه؟ في إغلاق. في إغلاق. نأخذ اتصال من الجزائر ونعود إليك يا شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وأهلا مرحبا. تفضل من معي؟ يا أخي احنا عندنا في المسجد وفي الإمام ربنا يرضى عنك. تفضل. يعني الإمام في المسجد. ألو. نعم تفضل. ألو. نعم تفضل تكلم. إمام إمام واحد جالس يستهي توضا وفي في الجوانب هل هذا يصح لل لا أنت تتحدث طبعا. الآن عن الوضوء ما يعني السؤال مرة أخرى تفضل. هل يصح للإنسان يتوضع للجوارب يمسح على الجوارب الجورب. الجورب المسح على الجورب حاضر. نعم. هل يجوز؟ نعم. حاضر حاضر. هو مقيم وهو مقيم مقيم الناس مقيم وليس بمسافر. حاضر حاضر. نعم. شكرا لحضرتك وربنا يحفظ أهل الجزائر جميعا وكل المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم أمين يا رب العالمين. نعود إلى موضوع الطلاق وسؤال الأستاذة جميلة. لا طلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق في إغلاق. نعم. والإغلاق
هو أن يستغلق عقل الإنسان فلا يدري ولا يعي ما يقول. وفي هذه الحالة تعقيبا على سؤال أختنا جميلة، أقول عليها أن تسأل هي وزوجها، المعني بالسؤال أصالة في الطلاق هو الزوج، أن تذهب هي وزوجها لأقرب مفت عندهم، أقرب شيخ في الإفتاء عندهم، حتى يقف الشيخ على حال الرجل حضوريا، يعني يستطيع أن يقيم حالة الرجل حضوريا، هل الغضب ساقه إلى الإغلاق، هل هذا رجل يعاني من شيء نفسي كده. يبقى تذهبان يا جميلة أنت وزوجك إلى أقرب شيخ عندكم من أهل الثقة ليقف على حقيقة الأمر مع زوجك ومعك، أسأل الله عز وجل التيسير. ما طبعا بيان المبادئ اللي احنا الأربع مبادئ اللي ذكرناهم. تمام. الحاجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضراتكم؟ الحمد لله رب العالمين، تفضلي. إن شاء الله تكونوا خير جميعا يا رب. الحمد لله. والله حضرتك أنا كنت مسافرة عند بنتي يومين، كنت مسافرة عند بنتي يومين، وبعدين وأنا جاية في الأوتوبيس فجاء عليا الظهر والعصر، جاي صلاة الظهر وصلاة العصر. لما جيت البيت طبعا كنت صايمة النهاردة، لما جيت البيت مش عارفة بقى أعمل إيه، فصليت العصر. ممكن بقى إن أنا أصلي بكرة إن شاء الله ولا مش عارفة يعني أعمل إيه؟ فحضرتك الله يبارك فيك يا رب، وربنا يبارك فيك وكده في علمكم ويسعد قدركم كمان وكمان. وسلامي الخاص لحضرتكم والشيخ إسحاق الحويني وجميع أفريقنا وعلى مأمنا. يا رب يحفظك يا حاجة عائشة، جزاك الله خيرا وربنا يحفظك. شكرا جزاك الله خيرا. وادعي لنا كده، أنت كنت حديثة عهد بالصيام، أسأل الله عز وجل القبول. حاضر، يجويك الشيخ إن شاء الله. شيخنا الكريم جزاك الله خيرا. أم سعيد من الجزائر كان عندها مشكلة وقالت يا رب لو حلت لي هذه المشكلة سأصوم، نظرت يعني يوم الاثنين والخميس. الآن هي تصوم الاثنين والخميس ولكنها غيرت هذه النية، نية النذر، أن يكون هذا الصوم لله لا لهذا النذر، هو في الحالتين لله. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. والأخت تقول فلما علمت أن النذر مكروه فغيرت النية وجعلت الصيام لله عز وجل. أنت كما ذكرت كلا الأمرين الصيام فيهما لله عز وجل، وهو نذر الصيام لله لكنه واجب أوجبه العبد على نفسه، فرض افترضه على نفسه، هو إيه النذر، شيء فرضه العبد على نفسه يجب عليه الوفاء به. في الحالة الثانية هو أيضا لله سبحانه وتعالى لكنه محض قربة، بس هي لا تترك صيام يوم الاثنين. فنقول الخميس المكروه يا أختنا السائلة وأخواننا وأخواتنا هو النذر المشروط الذي ذكرته الأخت السائلة، هذا مكروه عند جمهور الفقهاء، أن يقول الإنسان منه لو أن الله عز وجل شفاني أصوم، لو أن الله عز وجل نجح الولد أذبح. هذا النذر المشروط كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يستخرج به من البخيل. أما ماذا نفعل في الأنذار أو في النذور؟ نفعل النذر اللي هو محض قربة، إني نذرت للرحمن إيه؟ صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، نذر مريم عليه السلام من غير أن تشترط على ربها شيئا. وقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله إنه ليس من الأدب اللائق بين المخلوق والخالق أن يشترط المخلوق إن فعل الخالق فعل المخلوق، لكننا نتقرب إلى الله عز وجل بتقواه وعبوديته، والله عز وجل كفيل لنا بقضاء حوائجنا. أما وقد نظر العبد هذا النذر المشروط المكروه، ففي هذه الحالة عليه أمران. الأمر الأول أن يستغفر الله عز وجل من هذا النذر المشروط رجاء أن يكفر له خطأه في النذر المكروه. الأمر الثاني يجب عليه الوفاء به، فمن نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله أن يعصي الله عز وجل فلا يعصيه. إذن هي الواجب عليها الآن أن تستغفر الله من كراهة النذر المشروط، وأن تبقى على الوفاء بالنذر في صيام الاثنين والخميس ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وربما أنصحها بنصيحة ثالثة، ألا وهي إذا لم تطق هذا، لأن الإنسان لا يدري ما الذي ما الله فاعل به غدا، إذا لم تطق هذا الأمر والاستمرار فيه فعليها أن تتحلل من نذرها بكفارة يمين، ثم بعد ذلك تكون في محض حريتها أن تتقرب إلى الله عز وجل بما شاءت من صوم أو صلاة أو صدقة أو غير ذلك.
فكفارة اليمين كفارة النذر كفارة اليمين كما ورد الحديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. تمام. نعم. تتحلل من النذر إن أرادت، ثم بعد ذلك تغير النية، تتقرب إلى الله عز وجل بصيام الاثنين والخميس أو أي قربة لله عز وجل. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، معذرة إن أطلع عليك يا أم أحمد، سامحينا. عودي الاتصال من فضلك. شيخي الكريم جزاك الله خيرا. أخونا من الجزائر، لا أدري ما اسمه، هل يجوز المسح على الجورب وهو مقيم وليس بمسافر؟ نعم، اتفقت كلمة الأمة ووقع إجماعها، إجماع أهل السنة والجماعة، على مشروعية المسح على الخفين. لكن وقع اختلاف يسير بينهم في المسح على الجوربين، والصحيح من أقوالهم مشروعية المسح على الجوربين أيضا. منهم من قال بمشروعيته قياسا على الخفين، ومنهم من قال بمشروعيته لورود حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام الترمذي بإسناد حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما بليلة، وعين للمسافر 3 أيام بلياليهن. تبدأ احتساب المدة من أول مسحة بعد الوضوء. يعني ربما يتوضأ الإنسان فيصلي بهذا الوضوء الظهر والعصر ولا يحتاج إلى وضوء جديد إلا في المغرب، فإن توضأ المغرب ومسح على الجوربين يبدأ في هذه اللحظة مدة المسح اللي هي اليوم بليلة إن كان يعني مقيما. يعني بدأ من المغرب ينتهي المغرب الذي نعم ينتهي المغرب الغد إن كان مقيما، وإن كان مسافرا فمعه 3 أيام من هذا المسح بلياليهن من بداية المسح، وليس من بداية من الطهر نفسه أو الطهر أو لبس الجورب، من بداية المسح، يعني من بداية استعمال الرخصة. جزاكم الله خيرا. نعم. والله كريم. أختنا الحاجة عائشة، أسأل الله عز وجل القبول، كانت صائمة اليوم وكانت مسافرة عند ابنها، اليوم الظهر والعصر لم تصليهما، ولما وصلت ما كانتش عارفة تعمل إيه، صلت العصر دون الظهر، فماذا تفعل؟ هل تصليه اليوم أم غدا؟ تصليه الآن. الآن الآن الحاجة عائشة الآن تسارع فتتوضأ وتصلي فرض الله عز وجل، لأنه دين في عنقها، والله عز وجل أمرنا أن نبادر بالأعمال. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا. الأمر بالمصارعة والأمر بالمسابقة أمر بإبراء ذمة العبد من دين الله عز وجل، وقضاء الفوائد دين في عنق العبد. تمام. فكان عليها أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر. تمام. قومي وصلي. أما اجتهدت مع نفسها وصلت فقط العصر باعتباره الحاضر. تمام. وتركت الصلاة الفائتة، فعليها الآن أن تبادر وأن تسارع بالوضوء وأن تصلي الظهر الآن. تمام. ثم بعد لعلي أسأل حضرتك عن الترتيب، ولكن بعد الاتصال من أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل. الله يحفظك. لي سؤالين بس. سؤال بالنسبة لسورة الملك، هل تصل قراءتها، هل تصل ثوابها إلى الميت؟ يعني ورد حديث أنها تنجي من عذاب القبر. والسؤال الثاني بالنسبة للإنسان إذا كان له ميت يعني وكان كلما يتذكره يبكي وعينه تدمع، يعني هل هذا يعني ينافي الصبر؟ حاضر. شكرا برضو. يا ربنا يبارك فيك، ربنا يرضى عنا وعنك ويرحم جميع موتى المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. الترتيب يا شيخنا، الان صلت العصر وستصلي الظهر الان، هل تعيد العصر مره اخرى ام لا يجب أنها عليها؟ لا يجب عليها الاعاده ولا يجب عليها. تمام. مساله الترتيب لانها اجتهدت مع نفسها فاخطات. تمام. والانسان يعذر في هذا المقام بخطئه وجهله، ولكن الترتيب في حق من يعلم هذا الحكم واجب، فكان عليها أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر. الآن يا حاج ربنا يتقبل، يعني قومي وصلي، سقط عنها الترتيب، وأسأل الله عز وجل القبول. الأستاذ عبد الرحمن له سؤالان، سورة الملك هل تصل إلى الميت، وهي يعني فيها يعني حديث أنها تنجي صاحبها من عذاب القبر. نعم، تنجي قارئها. قارئها. نعم، تنجي قارئها من عذاب القبر، هذا ورد فعلا في فضل سورة الملك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما والجزء الأهم في السؤال، هل يصل القرآن عموما ومنه سورة الملك إذا قرأت
من الأحياء أن تصل إلى الأموات، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح فيها عندي هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، وكلاهما رجح قولهما شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله، وعلى هذا القول بعض المالكية وبعض الشافعية أيضا، أن ثواب القرآن يصل إلى الأموات، شأنه في ذلك شأن وصول الصوم، وشأنه في ذلك شأن وصول الحج والعمرة، وشأنه في ذلك شأن وصول الصدقة وقضاء الدين وقضاء النذر، كل هذا ورد وثبت أنه يصل إلى الميت بنصوص صريحة، يعني يصل من الأحياء إلى الأموات، قضاء الدين والصدقة وقضاء النذر وقضاء الصيام والحج والعمرة وغير ذلك من القربات. فالإمام ابن القيم عليه رحمة الله على سبيل المثال يقول هذه عناوين عن بقية العبادات والقربات، ومنها قراءة القرآن. فالذي يترجح عندي مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، أن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الأموات، مع الوضع في الاعتبار أن الإمام مالك والإمام الشافعي كلاهما ذهب إلى أن شيئا من هذا لا يصل، ويتبنى هذا القول بعض أساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا محتجين بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن عن أحد مات، أو لم يرد عن أحد من الصحابة أنه قرأ القرآن عن أحد مات. والصواب كما قال الإمام ابن قدامة في المغني، الصواب أنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وناهيك عن ابن عمر راعي راوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحرى الناس من الصحابة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو ثبت الأثر عنه أنه أوصى أن تقرأ عليه سورة البقرة. وكان الإمام أبو حنيفة يقول وأحب القرآن إلي أن يقرأ، يعني أن يهدى للميت، فاتحة الكتاب. اشمعنى فاتحة الكتاب؟ قال هي فاتحة الكتاب أم القرآن، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام أحمد كما ذكر ابن قدامة في المغني يقول وأحب القرآن أن يقرأ عن الميت أو للميت سوء آية الكرسي. اشمعنى آية الكرسي يا إمام أهل السنة والجماعة؟ قال لأنها أعظم آية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا. كلما ذكر ميته بكى، هل هذا ينافي الصبر؟ والله إن كان البكاء بكاء الرحمة فإن هذا لا ينافي الصبر، لكن نقول ليس من المشروع أن يبقى أبدا الدهر باكيا. وكلما ذكر يعني ليس من المشروع أن يبقى أبدا الدهر ذكر، لكن إن كان على فترات متباعدة خشية أن يكون هذا ثغرة من ثغرات الشيطان فيجعل بكاءه ليس بكاء الرحمة إنما بكاء الجزع وبكاء عدم الرضا. والنبي عليه صلوات الله وسلامه كانت تفيض منه هذه المشاعر الإنسانية، فقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام. بكى النبي صلى الله عليه وسلم. هستأذن حضرتك في فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام معنا فاصل، كونوا معنا سنعود بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، أسأل عز وجل القبول. وكنا مع الشيخ شعبان درويش نتحدث في هذه المسألة، أن الإنسان عندما يبكي على ميته، ويعني هل هذا يتنافى مع الصبر؟ وده سؤال الأستاذ الوائع عبد الرحمن المتصل الأخير. وحضرتك كنت ستذكر حديثا قبل الفاصل شيخي الكريم. نعم، أنا يعني كنت أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه جنس البكاء، لكن كان بكاء الرحمة، لأنه سئل عنه مباشرة وأنت تبكي يا رسول الله؟ كان يبكي على زينب ابنته، وكان يبكي على إبراهيم ابنه ابن ماريا القبطية. ولما رأى بعض الصحابة منه هذا البكاء تساءلوا حتى أنت تبكي يا رسول الله؟ قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فالبكاء إذا كان بكاء الرضا وبكاء الرحمة على الميت وعلى فراق الميت فلا بأس، إنما أن يكون البكاء بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره، فنحن مأمورين
أن نؤمن بقضاء الله وقدره، وأن لكل أجل كتاب، وأن الله عز وجل قال لرسول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، ونخشى دائما نخشى أن نسد الذريعة إلى الوقوع في المكروه مطلوب، وإلى الوقوع في الحرام أشد طلبا. بمعنى نحن لا نريد أن نعطي الشيطان فرصة إن هو يلوي عنق هذا البكاء يوما ما بتكراره وكثرته إلى بكاء ضجر وبكاء عدم رضا بقضاء الله وبقدر الله عز وجل. أما إن كان بقدر يسير على فترات متباعدة فنسأل الله عز وجل أن يكون بكاء الرحمة لا بكاء الضجر. كلما ذكر ما هو كلما ذكر دي ممكن يذكره في كل دخول وخروج، يعني ممكن كلما دخل بيته استشعر فراق ميته. طب هل البكاء يعني هيبكي دون اعتراض؟ العين تدمع ولكنه راض بقضاء الله وقدره. ما احنا يعني نقول لا يكثر من هذا، سدا لذريعة ان يستغل الشيطان هذا فيدخل في داخلة نفسه شيئا من الضجر والعياذ بالله. ربنا يرحمنا جميعا. نعم. ويرزقنا وياكم حسن الخاتمة ويرحم جميع موتى المسلمين. الأستاذة جميلة من الجزائر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا استاذ. اخي مسرح لك شو مليح يعني في الطلاق تاعي، انا كنت كون طلقه يعني نروح نعاود نولي، ثم داك زيد نعاود نولي، زيد يطلقني زيد نعاود نروح. انت صاحبه السؤال ان زوجك على طول كثير الحلف في الطلاق يا جميله؟ استاذه جميله. نعم. انت نفس المتصله. نعم. تفضلي. ما تسمعني. ما ماذا تقولين؟ نعم. ألو. نعم تفضلي. قلت لك إذا كنت حابة نفهم إذا كان هذا طلاق الأخيرة ولا لا، إذا كان طلاق جائز ولا لا، هل هذا طلاق أم لا؟ صح؟ حبيتنا أعرف إذا كان طلاق صحيح. تمام. غير صحيح. أنا خطرت نروح ونروح. هي تريد أن تعرف هل هذا طلاق صحيح أم لا؟ فحضرتك أجبتها. عندي عم، يعني عندي عم متزوج. تمام. هي تريد ان تعرف. عندي عم ونجعان زواج معه، يعني طلاق يكون انا حاجه تافهه. حاضر. هي تريد ان تعرف هذا الطلاق صحيح ام لا؟ يا سيدي حاضر. باش نعرف اذا كان صحيح ولا كانت هذه الطلقه الاخيره ولا لا. هي تريد ان تعرف الطلقه الاخيره وقعت ام لا؟ حاضر يا جميله. بس هو الشيخ اجابك وقال لك ان تذهبي الى اقرب يعني شيخ او عالم عندكم وتكوني انت، تكونين انت وزوجك عند هذا الشيخ أو العالم، هو يحكي ما حدث وأنت تحكين ما حدث وهو يفصل بينكما. لا، عشان يقف الشيخ عشان على يقف حال الزوج، على حال الزوج، هل كان غضبانا فعلا، غضب حقيقي، والغضب الذي يخرجه عن الوعي ويدخله في دائرة التغييب. نعم. فلا يكون طلاقه واقعا في هذه الحالة. نعم. اللي يقدر هذه الصورة ليس بالنقل عن طريق اتصال الزوجة، صحيح، لكن يقدره من يعني يتحسس أمر الزوجة. الفصل في هذه المسألة لابد أن يكون عند هذا العالم الشيخ الثقة، يعني ويكون قريبا منكم. أسأل الله عز وجل التيسير. هذا واجب عليها، وهذا واجب، واجب عليها وعلى، صحيح، وليها أن يسرع بهذا، وخاصة أحكام الطلاق. نعم. وهذه الأمور لابد أن يكون حاضرين بجد. وتأخذ بجد. نعم. أسأل الله عز وجل لكم جميعا التيسير، أسأل الله عز وجل الهداية. بعض الأئمة في بلادنا هو يسأل ويقول أكدوا أن بسط اليدين أثناء الدعاء في صلاة الجمعة بدعة، يعني هو يدعو الإمام هكذا، فما هو يعني حكم الشرع في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو مقصود السؤال رفع اليدين من المأموم تأمينا على دعاء الخطيب. نعم. وهو على المنبر حال خطبة الجمعة. هذه مسألة اختلف فيها أو اختلف عليها بعض العلماء، خاصة من يعني أساتذتنا وشيوخنا وعلمائنا المعاصرين، فيقولون بأن هذا شيء لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك مع قيام المقتضى على قيامه إن كان مشروعا، لأنه يخطب عليه الصلاة والسلام في كل جمعة، وكان الخلفاء يخطبون في كل جمعة، وكان الصحابة يستمعون إلى الخطبة، وكان هؤلاء الخطباء سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة الخلفاء الذين يخطبون يدعون على المنابر، ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التأمين على هذا الدعاء. هذا قول بعض شيوخنا في منع رفع اليدين من المأموم حال خطبة الإمام ودعائه. لكني أقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، إن فقهاءنا اتفقوا
على أن رفع اليدين أدب من آداب الدعاء. رفع اليدين أدب من آداب الدعاء، وهذا الأدب متواتر تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة نقل الصحابة له في مواضع كثيرة جدا، ربما عدها الإمام ابن القيم تقريبا ب28 موضعا ورد فيه رفع اليدين في الدعاء. والدعاء يرفع فيه اليدان، وكذلك التأمين دعاء على تأمين الداعي يرفع فيه اليدان أصلا. وإذا قلنا يعني سيتعنت متعنت ويقول نحن نريد أن يرد الأثر على مشروعية رفع اليدين بالدعاء على الخطيب يوم الجمعة، فإنه ربما يأتي متعنت آخر ويقول طيب نريد دليلا على مشروعية رفع اليدين في التأمين على العالم إذا أعطى درسا يوم الخميس، فلا ترفع يوم الخميس لأنه لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التأمين على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كلمة ودعا فيها يوم الخميس. أو يتعنت متعنت ويقول وبرضو إحنا في الدرس يوم الاثنين ولا في الدرس يوم الأحد، لا يجوز أن يرفع أحد على تأمين المعلم أو الشيخ إذا دعا خلال الدرس أو آخره، لأنه لم يرد حديث أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في تأمينهم على الدعاء يوم الأحد ولا يوم الاثنين. تصور معي أخ أحمد لو أن التعنت كان هذا التعنت. نسأل الله السلامة. طيب تفضل خلينا نأجل التعنت شوي. معلش عشان بس أنا لا أحب الإطالة على المتصلين. السلام عليكم يا أم أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل. بص حابة أسأل الشيخ عن الوسواس في الصلاة وفي الوضوء. حاضر. ألو. أيوة سامعك يا أم أحمد. حاضر في الصلاة والوضوء الوسواس حاضر. في سؤال في سؤال تاني؟ نعم سامع. بس أنا تعبانة أنا عايزة أقول لحال يعني عشان أنا تعبت من كتر الوسواس. بتتوضي كتير كل ما تيجي تتوضي ترجعي تاني وتصلي وترجعي بيحصل كتير مع ناس كتير يا شيخنا ربنا يعافينا جميعا. حاضر يا أم أحمد حاضر ربنا يعافينا جميعا. فضل يا شيخنا. أخي الحبيب لو أن متعنتا تعنت مع الدليل الشرعي وتحجر وقال أريد أيضا ما يدل على أن الصحابة رفعوا أيديهم في التأمين في الدعاء يوم الخميس ولا يوم الاثنين ولا يوم السبت، وثمة دليل لم يرد في هذا التفصيل بهذا الشأن، وبالتالي لماذا لا نبقى على الأصل الذي اتفق عليه أهل العلم ألا وهو مشروعية رفع اليدين في التأمين في الدعاء عموما وهو متواتر تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النهاية أقول اعتبروا المسألة مسألة وقع فيها خلاف معتبر بين أهل العلم، وفي هذه الحالة لا ينكر الفاعل على التارك ولا ينكر التارك على الفاعل، فالتارك عنده مقتضى والفاعل عنده مقتضى، وأنا أقرب إلى مشروعية الفعل من مشروعية الترك والله أعلم. ربنا يكرمنا ويكرمك يا شيخنا الحبيب. سؤال أم أحمد عندها وسواس في الصلاة وفي الوضوء، أسأل الله عز وجل لنا ولها العافية. اللهم أمين يا رب العالمين. الحمد لله. وهي تعبانة كما وصلت. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الوساوس نوع من أنواع الأمراض، يعني شأنها في ذلك شأن بقية الأمراض، ويرد عليها ما يرد في الأمراض الأخرى سواء كانت العضوية أو النفسية والعصبية، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما هي أدوية الوسواس؟ أدوية وعلاجات الوسواس، أولا أن يدرك الواحد منا أو أن تدرك الأخت من أخواتنا أن ما تعاني منه اسمه وسواس، يعني هي حتى تسأل وتقول أنا أعاني من الوسواس، ونحن نعرف أن مصدر الوسواس هو الشيطان، فإدراكنا أن ما نعاني منه وسواسا يجعلنا أقرب إلى أن نتداوى منه، لأن مداواة الشيطان أن تخالفه وألا تجاريه فيما يأمر به الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإذا قال أنت ما توضأت، لا خلاص توضأنا، أنت ما صليت، لا خلاص صلينا، أنت صليت ثلاثة مش أربعة، لا أنا خلاص صليت أربعة. فبداية العلاج أن ندرك أنه وسواس،
وإذا أدركنا أنه وسواس ولله الحمد الأخت مدركة أنه وسواس، يبقى لابد أن نخالف هذا الوسواس وأن نخالف هذا الشيطان الذي يتسبب في هذا الوسواس. ما توضيتيش؟ لا توضيت. لا توضيت. ما صليتيش؟ لا صليت. لا خلاص صليت. أنت صليتي ثلاثة مش أربعة. أنا صليت أربعة. ما لكش دعوة أنا صليت كده. نرغم أنف الشيطان بمخالفته بجرأة. تمام. حينئذ سيندحر الشيطان. ما دامت هي مدركة أنه شيطان. ما دام مدركة أنه وسواس. لأن في بعض يعاني من هذا وهو لا يدرك، لا أنت مدركة أنه وسواس فخالفي هذا الوسواس. إن صليت وشككك في صلاتك قولي لا أنا صليت ولله الحمد. إن توضأت وشككك في وضوئك قولي لا الحمد لله أنا توضأت. كوني على ثقة. هذا هو الأمر الأول. الأول أم أحمد من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا مرحبا يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مرحبا حياكم الله. تفضلي. عندي سؤال. نسمعك تفضلي. في بعض الأحيان أني أوتر قبل ما أنام صلاة الوتر. نعم. فيعني في منتصف الليل نوبات أقعد حتى أصلي، فأوتر مرة أخرى لو بس أصلي خلاص. في مرة إيه يا أستاذة يا أم أحمد؟ أنت توترين قبل النوم. في بعض الأحيان أني أوتر قبل ما أنام. نعم. اي فنوبات في منتصف الليل هم اقعد احب اصلي فاني وترت قبل ما انام فاوتر مره اخرى لو بس اصلي. ايوه تسالين هل الوتران في ليله واحده؟ حاضر حاضر حاضر. ايوه طيب تمام جزاكم الله خير. واياك يا استاذه ربنا يتقبل يا رب. هي توتر قبل ان تنام واحيانا في وسط منتصف الليل تريد ان تصلي مره اخرى. حاضر ربنا يعينك على هذه الطاعه. خلينا عظيم. الامر الثاني بقى نجاوب الوسواس. الوسواس. الوسواس الامر الاول ان احنا نخالف الشيطان مخالفه جريئه. فان قال اعيد الوضوء لا مش اعيد. تعاند اعيد الصلاه. لا تعيدين الصلاه. هذا الامر. الامر الثاني ان تستعين على هذا الشيطان بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم. اكثري من الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم فاما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الأمر الثالث أن تستعين على هذا الشيطان أيضا بالأذكار والأوراد الشرعية، فإن القلب العامر بذكر الله عز وجل قلب لا مجال للشيطان فيه، خاصة آية الكرسي كانت معنا منذ قليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفلا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لا يقربك شيطان، فعلمه آية الكرسي والنبي قال على هذا صدقك وهو كذوب. إذا نتحصن يا أختنا السائلة بكثرة قراءتنا آية الكرسي فإن من قرأها موقنا بها لا يقربه شيطان. بمثل هذه التوليفة اليسيرة من هذه النصائح الثلاثة يمكننا إن شاء الله شيئا فشيئا أن نتخلص من هذا الوسواس. أضف إلى ذلك أمر رابع، حبذا لو صليت في الجماعة سواء كان جماعة المسجد أو جماعة داخل البيت مع ابنتك مع ابنك مع زوجك يصلي بك ثم يذهب إلى المسجد يصلي أو يصلي في المسجد ثم يرجع بك يصلي نافلة. صلينا ثلاثة. ففي هذه الحالة ستكونين متابعة للإمام في الصلاة فلا يستطيع الشيطان أن يعني يوسوس لك في موضوع ثلاثة وأربعة ولا اثنين وثلاثة. بمثل هذه الطريقة أيضا نستطيع أن نضيق الخناق على الشيطان فلا يجد مجالا لمزيد من الوسواس. محتاجة مزيد من الثقة. نعم تمام. وعدم التردد. نعم. وأنها تخالف الشيطان يعني ولا تطع ولا تسمع لكلامه. والأحراز الشرعية. والأحراز الشرعية آية الكرسي وتصلي في جماعة سواء جماعة مع أهلها في البيت أو حتى لأنه متابعة الشيطان يا أخ أحمد يعني طاعته كل ما يشككها في الوضوء فتطيعه فتتوضأ هي تتعب نفسها. تمام. وتهلك يعني نفسها وتعطي الشيطان فرصة. هذا هو أمر متعب. نعم. رأيت يعني ربنا يعافي الجميع متعب. نعم. متعب ويؤلم درجة أنه ربما لا يدرك الصلاة في الجماعة لأنه يعني يتوضأ ثم يعاود يتوضأ ثم يعاود يصلي ثم يرجع ويعود ويكبر ثم يتردد. نعم. شيء للأسف شديد صعب. أخت السائلة أن تكون أكثر تعقلا. نعم. لأن تفكر الوارد عن الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا صاحب وسواس ويعني أتى يسأله عن الطهارة قال يعني أنا أتوضأ ببرميل من الماء ثم لا أجد أني توضأ. قال مثلك لا يجب عليه الوضوء. يعني لا يتوضأ ولا يصلي. أنت كده أعطيت نفسك يعني ختم أنك غير مكلف لأنك متابع
للوسواس ومتابع لا تتابعي أبداً وأحمد لما خالفي وكوني جريئة نعم. في عناده ومخالفته. تمام، جزاك الله خيرا شيخ شعبان. الأخت أم أحمد أيضا من بريطانيا، هي توتر قبل أن تنام، وأحيانا في منتصف الليل تريد أن تصلي مرة أخرى قياما في الليل، فهل توتر مرة أخرى أم ماذا تفعل؟ الأصل أخي الحبيب أن المسلم يبني على غلبة ظنه بالنسبة لصلاة الوتر، فإن غلب على ظنه أنه لا يستيقظ من آخر الليل فإن عليه الأحوط أن يوتر أول الليل قبل أن ينام. أما إن غلب على ظنه أنه عادة ما يستيقظ من آخر الليل ليصلي ما كتب الله له أن يصلي من قيام الليل، ففي هذه الحالة نقول الأفضل أن توتر آخر الليل، لأن النبي عليه صلوات الله وسلامه قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما مسألة أن يوتر أول الليل ثم على غير العادة يستيقظ في أواسط الليل فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يوتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، إنما يعتمد على وتره الأول ولا بأس عليه أن يصلي ما كتب الله له أن يصلي. وقد ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان بعد أن يوتر صلى الله عليه وسلم يركع ركعتين وهو جالس، لبيان مشروعية إن احتاج المسلم أن يصلي بعد وتره ألا يوتر بعد صلاته الثانية مرة أخرى لأنه لا وتران في ليلة. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك شيخنا حبيبي أحمد شعبان درويش، نورتنا، وغدا معك بإذن الله تعالى مع أهل الذكر إن شاء الله. أسأل الله عز وجل القبول، بارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا من كل سوء، دمتم في طاعة الله وعنايته وحفظه. ألتقي بكم إن شاء الله تعالى غدا في الخامسة مساء بإذن الله. البرنامج لعله تأخر يوم قليلا لظروف خارجة عن إرادتنا، ولكن إن شاء الله تعالى هو موعده من كل يوم الخامسة مساء. أسأل الله عز وجل التيسير. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر.